ان شاء الله يا شباب ان تكون مهمتكم دفاع عن بلدكم ارضكم الحبيب الجنوب، اهلكم يستبشروكم خير، وان شاء الله انكم موفقين باذن الله، وان النصر البندقية. مفهوم؟ نؤمن بالبندقية الآلية كما تؤمن الجيوش بالطيران والصواريخ. اليوم وصل أفراد اللواء وقوة اللواء الأول صاعقة إلى الضالع، ضالع الصمود، ضالع التحدي. نحن هنا على الأرض ونعلنها من هنا بكل قوة، نحن هنا سنمرغ الحوثي وأعوانه المجوش دروسا قاسية، ونحن في الميدان الضالع. التربة هذه تربة عزيزة وغالية على كل جنوبي. سنطهر الضالع من أي دنس من دنس المجوش. الآن نحن وصلنا إلى الضالع الشموخ، ولازم رحنا نكون المقاتلين الأولين، وسوف نصل إن شاء الله إلى صنعاء وإلى كل الأماكن، ونحن المقاتلين وإن شاء الله منتصرين بإذن الله. لقد عاهدنا الله وعاهدنا شعبنا، وقد توصلت القوات العسكرية من اللواء الأول صاعقة إلى منطقة الضالع للاتجاه إلى جبهة قعطبة ومريس. بإذن الله أن ستحقق انتصارات ضاربة على يد هذا اللواء بإذن الله، وسنقول لشعبنا ان احنا اسوار منيعه واقلاع حصينه وسيوف بتار لمن سوى لنفس المساس في ارضنا وتربتنا الطاهره. وسنعاهد القياده الممثله بعيد الروس الزبيدي ان احنا سنكون جنودا اوفياء لهذا الوطن. ونقول لاخواننا من التحالف العربي الممثله بالامارات العربيه المتحده ان احنا سنكون حلفاء لما يورث الله الأرض ومن عليها. عندما كانوا صقور في الجو ومخالبهم معنا في الأرض، وأمتزق دمنا معا وصرنا في خندق واحد، بإذن الله إن احنا سنكون حلفاء إلى آخر العمر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الضالع، يعني معنوياتنا عالية وشعارنا النصر، وإن شاء الله بعزيمة الرجال الأوفياء وهؤلاء الجنود الأبطال اللي أمامكم سندحر القوات الحوثية إلى ما بعد دمار، وإن شاء الله أن النصر حليفنا، ونتعهد لقيادتنا قيادة المجلس الانتقالي أن احنا سنكون أوفياء وعند حسن ظنهم، وسنستمر في نضالنا حتى آخر قطرة من دمانا. تم وصولنا اليوم إلى الضالع بوابة الجنوب للدفاع عن الأرض والعرض والشرف، وان شاء الله سوف نتصدى لهؤلاء الغزاة الحوثيين، ولم يدخلوا شبر واحد في الضالع باذن الله ان شاء الله. ونشكر التحالف العربي وعلى راسهم المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات المتحده الشقيقه على هذا الدعم العسكري واللوجستي والجانب الانساني. نقدم لهم كل الشكر والتقدير على كل الجهود الذي يبذلوها. ان احنا اليوم نصل الى محافظه الضالع، المحافظة بوابة النصر الجنوب، البوابة الشمالية للجنوب العربي، ونحن مقاتلين اللواء الأول صاعقة سوف نرفد الجبهات بكل ما نملكه من قوة، بقيادة المناضل الفد عبد الكريم أبو قاسم الذي له تجربة واسعة في المقاومة.